سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن سورة الشرح، ومع قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. وتوقفنا مع هذه في اللقاء الماضي، ولكن هنا لفتة قبل أن أبدأ في تفصيل الآية. قال تعالى: ألم نشرح لك، فجعل الشرح كله في صالح رسول الله له. ثم قال: ووضعنا عنك، ولم يقل لك. ثم عاد فقال: ورفعنا لك ذكرك. لماذا عبر في وضع الوزر عن؟ مع أن وضع الوزر في صالح النبي صلى الله عليه وسلم، حمل الأحمال عن وتخفيفها عن في صالحه. لما تكلموا قالوا: عن فيها قدر زائد عن لك، فوضع عنك ووضعه عنك وضع لك. إذن في وضع الأحمال عن كان من صالح في صالحه لا محالة، وفي نفس الوقت في قدر زائد بتحمل الرب جزء كبير من تبعات ما حمل به نبيه صلى الله عليه وسلم من مواجهات ومن مؤامرة عقدت ضده ومن حروب أعلنت عليه بلا نزاع. وإن كان النبي تحمل جزءا منها، لكن الرب تحمل جزء كبير منها، لذا كان الوضع عنه والوضع له. وهنا قال: ورفعنا لك ذكرك، فجعله رفع خالص. وبينا أن رفع الذكر أولا في أن الله قرن اسمه باسمه، وجعل أصل الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بلا نزاع قدر من الرفعة ما نالها في التاريخ كله أحد إلا سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنزلة ما أعطيها بشرا لا قبله ولا بعده، أن يجعل أصل الدخول في الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أصل بلا نزاع رفع به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رفعا بلا حد بلا نهاية، لا مجال للمقارنة بينه وبين غيره. وقوله رفعنا، الرفع العلو والسمو، ورفعنا لك ذكرك. فهل الرفع انحصر في مجرد أن قرن اسمه باسمه؟ أبدا. ابن عباس فسر الرفع بأنه رفع كلي، إما في الذكر باللسان وفي الذكر بالقلوب والإيمان، وده جانب خطير جدا. أولا، شعائر الدين قامت كلها على التوحيد، وهذا أصل في التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. شعائر الدين قامت عليه، كل الدنيا ترفع الأذان، والأذان يسمع الأنام، وبني الأذان على هذا الأصل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غير الأذان، ده كل شعائر الدين قامت عليه، فيه صلاة بلا شهادة؟ في كل صلوات نتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مشاعرنا كلها وشعائرنا كلها ارتبطت بالتوحيد. فالنبي كان ينطق بالشهادة في جل الشعائر، في عرفة، في المزدلف، في منى، في الطواف، في السعي، على الصفا، عند التلبية. الشهادة مطلوبة في كل شعائر الدين وفي كل شرائع الدين. إذن هذه غاية،
وهذا الرفع هذا القدر رب عبادي ألزمنا به حتى يستمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره على ألسنة جميع الخلق وعند جميع الخلق. المؤمن والكافر يسمع هذا الرفع. لما يرفع الأذان، الأذان بس قاصر على المسلمين ولا بيسمعه كل مار وكل عابر؟ مش كده ليه؟ وقس على هذا. فشعائر الدين بنيت على التوحيد وعلى الشهادة، وهذا أصل عظيم جدا، وهذا من رفع ذكره. فرفع الذكر في كل الشرائع وفي كل الشعائر التي شرعها الخالق، وده جانب طبعا لم يعط لنبي قط قبل نبينا ولا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. ما تسموه صلى الحبيب، انتوا لحقتوا تدخلوا ها ولا تعبتوا؟ خلاص نحن نسف على الدرس. زيدوا النبي صلى صلى الله عليه وسلم. صح صح يا اخوان. اذا رفع ذكره تشريع ودين وعبادة ارتضاها رب العباد، بل استعبدنا بها في كل شعائر حياتنا. كل الشعائر التي تؤدي لله عز وجل فيها رفع ذكره، ذكر مادي بالألسن، وهناك ذكر معنوي بالقلب بلا نزاع. فما من عبادة شرعت لنا نأتيها إلا ولنا أجرها وللنبي كامل الأجر. أليس هو الذي دعانا لهذه العبادات كلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال في نص حديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فبلا نزاع كل طاعات الأمة وكل عبادات البشرية من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل أجور البشرية أمثالها وأضعافها في سجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا رفع له؟ أي رفع؟ هو ما دعا إلا إلى هدى، فدعوته في حياته كلها أي عمل دعا إليه هدي ودين، أي عمل، أي قول، أي فعل، أي فكر، أي تصور. وهل دعا إلا لحق؟ ولذا لما يعني أنكر بعض على عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص كتابة الحديث، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب، فوالله لا يقول هذا إلا حق، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وهدي، وكل من سمعه وعمل به كتب له أجره ورفع عند الله قدره، فإن رفع قدر من اتبعه فكيف بالهادي الأول صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا رفع. فلما يقول رفعنا لك ذكرك، الرفع مش جانب، لا، ده جوانب بلا حدود وبلا نهاية. في كل شيء رفع الله له ذكره، عمليا، قلبيا، قوليا، كل هذا مجال الرفع. والرفع فقط مش في العبادات، وهذا تشريع شرعه رب العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلا لعبادة هو بها مأمور، واللي أمره بكل هذا ربه. يبقى اللي رفع ذكره في كل هذا من هو ولا ربه؟ خلصت. فرفع الله لذكره، لذا يقول ورفعنا بناء الفاعلين، ورفعنا لك ذكرك، ليس فقط في الشرائع والشعائر، بل رفعه عند رب العالمين. وكيف لا وقد جعله رب العالمين سيد العالمين، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لا يقارن بغيره. وإحنا شرحنا هذا في سورة الضحى لنعادته: ألم يجدك يتيما وحيدا من نوعك فريدا من جنسك ووجدك ضالا لا يصلح لهداية الخلق وتغيير أحوالها غيرك؟ كيف لا وهو أسمى الخلق وفريد الخلق ووحيد الخلق عند خالق الخلق، ولذا ارتضاه الخالق للعالمين. أقول للعالمين، فكل الرسل الذين أرسلوا ما أرسل نبي إلا لقوم خاص. قوم دول مين؟ جزء من البشر. طب والنبي أرسل لمن؟
للعالمين. من العالمين؟ كل عالم الإنس القاسي والداني، كل عالم الجن، عالم الملائكة وغيرها من عوالم. فهو جاء لإصلاح الخلائق. هذه الرسالة، هذه المهمة ما اختص بها إلا سيد الخلق. أليس هذا رفع من الله لذكره عند العالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما من خلق من خلق الله إلا وبلغته رحمة سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم، إلا وبلغته هدايته، إلا ونال أثر هذه الرسالة. الخلائق التي بتؤذى من إفساد الإنسان علاجها في عودة الإنسان إلى ربه ولزومه بمنهج نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه صلاح للبلاد وصلاح للعباد، حتى الحيوانات حتى الحشرات، ما غاب من الخلق وما ظهر، ما خفي وما أعلن. أليس هذا رفع لذكره؟ فيه مجال للمقارنة بينه وبين غيره في رفع الذكر؟ أبدا أبدا. الذي أعطاه هذه المكانة والذي خصه بهذا رب العالمين. نعم إخواني، بل كيف لا، والرب اصطفى أنبياءه، وهو الذي اصطفى سيد أنبيائه على جميع أنبيائه. فأفضل الخلق الرسل الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك، فهو خير خلق الله بلا نزاع، وأفضل خلق الله عند الله بلا نزاع في الدنيا. نتكلم الآن في الدنيا، في التفضيل، في رفع الذكر، رفع الذكر بلا حدود. وكيف لا، ومنهج الله الذي وضعه للعالمين وضعه قبل خلق العالمين. القرآن متى كتب؟ ها؟ كتب في اللوح المحفوظ. متى كتب؟ قبل خلق الإنسان ولا بعده؟ ها؟ قبله بسنين، بل قبل خلق العالمين، قبل خلق الأرض والسماوات والإنس والجن والملائكة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب القرآن بكل تفصيلاته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. فوضع الرب منهج العالمين قبل إيجاد العالمين، وده شيء متصور ولا يتصور عكسه. يعني لا يتصور عاقل أن نجمع الآن الناس للدراسة، نجمع الطلاب ونأتي بالأساتذة وليس عندنا منهج يدرس الأساتذة للطلاب. ينفع؟ أيهما يضع أولا، المنهج ولا دعوة الدارسين؟ خلي بالنا. فهل يتصور عاقل أن الرب خلق الإنسان وخلق الخلائق وليس لها منهج عليه تحية؟ أيهما أولا؟ يقينا وضع المنهج. لذا كتب في اللوح المحفوظ منهج حياة العالمين في لوحه المحفوظ. ولذا قال تعالى: الرحمن علم القرآن وجعله بداية. خلق الإنسان، جعله بعد تعليم القرآن، علمه البيان، نزل له التفصيل. إذن وضع المنهج قبل وجود الإنسان، ثم لما وجد الإنسان نزل له المنهج، يبقى لتأخر عن الإنسان النزول، لكن وضع المنهج قبل وجوده. ولذا قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب لدينا. أم الكتاب أصل الكتاب الأول، أصل اللوح المحفوظ، أساسه الأول. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصف القرآن بالعلو والحكمة من قبل إيجاد الخلائق كلها. وقال تعالى في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
ووجد فيه رفع ذكر النبي، ورفعنا لك ذكرك. إذا نرفع ذكره متى وضعه الرب؟ قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق رفع الله ذكره على العالمين وهيأه لإصلاح العالمين. إذا قضية خطيرة جدا جد. فالرفع ده قديم قديم، وكل الرسل جاءوا تمهيدا لرسالة كل قوم، رسول خص بقومه لإصلاحهم وأخذ بناصيتهم إلى الحق. فإذا هيئوا جمع الله العالمين على رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ندرك، ولذا ما بعث الله نبيا، وده من الرفع، من رفع ذكره، ما بعث الله نبيا من أنبيائه إلا وأخبره بخبر نبيه الخاتم بس. لا، ده أخبره وأعلمه حقيقة رسالته وأنها للعالمين وأنها الأصل في الرسالات وأن الرسالات كلها جاءت تمهيدا لها، بل وأخذ الميثاق على كل نبي أرسل عليه وعلى أتباعه باتباع النبي الخاتم إن بعث. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، وثم تفضعت مع الترخ في النهاية لسه البداية، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. يعني مصدق لما معكم؟ جمع لكل الرسالات المنزلة مع كل الأنبياء وزاد عليها، وده الأصل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لقوم ولا لبيئة دون بيئة، بل لكل البيئات ولكل الأحوال ولكل الأزمان ولكل الأشخاص ولكل الأعمار وكل الخلائق. إذا ندرك هذا المعنى، مصدق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الرسول اللي يأبى هذا يبقى فاسق؟ أيوة. فمن تولى بعد ذلك، وحاشا الأنبياء أن يفعل ذلك، فمن تولى بعد ذلك، لكن هذه صيغة الميثاق، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم ختم فقال: أفغير دين الله يبغون. وكأنه إذا جاء القرآن وجاءت بعثة سيد الأنام فلا دين لله يقبله غير هذا الدين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم، أي انقاد وأطاع لدينه وأحكامه وأوامره، من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإذا كان تشريع الله جاء لكل خلق الله، فكيف يستثنى من بين خلق الله الإنسان يحيى بلا تشريع؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير. فمن رفع ذكره أن الله رفع ذكره على ألسنة كل الأنبياء بلا استثناء، بلا استثناء، الكل به بشر، الكل لدعوته دعا، الكل حمل قومه على اتباعه وترك ما عنده إن بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم حال حياته. أليس هذا من رفع ذكره في العالمين؟ إذا رفع ذكره عنده سبحانه وتعالى، رفع ذكره، وده أصل في وحيه في دينه في تشريعه، رفع ذكره عند كل الأنبياء، عند كل الأنبياء، فما من نبي إلا ويعلم النبي خاتم قدره. بل رب العباد رغم أن كل الأنبياء سبقوه صلى الله عليه وسلم، أبى الله إلا أن يحملهم جميعا على الإقرار له بالرسالة والوفاء بالميثاق الذي أخذ عليهم أجمعين. فلما بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أذن الله بتكريمه ليلة المعراج، فلماذا لم يعرج به من البيت الحرام إلى البيت المعمور الذي يعلو البيت الحرام؟ لماذا النقلة إلى المسجد الأقصى؟ ليجمع الله له فيه كل الأنبياء من آدم إلى عيسى، فيقر له بالرسالة والإمامة، ويصلوا جميعهم خلفه مأمومين من آدم إلى عيسى، ما نازعه في الإمامة واحد، ولا نزعه في كمال الرسالة واحد، ولا نزعه في مكانته واحد. إذا ندرك هذا المعنى،
نحن أمام أمر جلل الذي رفع ذكره رب العالمين. إذا يقول ورفعنا بناء العظمة لك ذكرك فيما رفع مفتوحة في كل شيء، في الوحي، في العالمين، بدعوته العالمين، ببلوغ رحمته العالمين، بكمال رسالته، بجمعه لكل ما أرسل من عند رب العالمين، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكل الحق الذي يحتاج إليه جميع الخلق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جامع لكل الحقائق التي جاء بها جميع الأنبياء لجميع الخلائق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، وزائدا عليه، وراقيا عليه، وساميا عليه. إذا ندرك هذا المعنى، نحن أمام رفع رب العباد، هو الذي رفع. ورفعنا لك ذكرك عند رب العالمين، هذا في الدنيا، ده كل ده احنا نتكلم في الدنيا لسه. ها، رفع ذكره عند الأنبياء بلا نزاع، رفع ذكره عند الملائكة، حتى الملائكة يعرفوا للنبي قدره صلى الله عليه وسلم، كيف لا، ومشاركات الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى على أحد. كم الأنبياء الذي جاء مؤيدا للنبي الخاتم في بعثته وفي دعوته وفي تحركاته، شيء يذهل العقل، شيء يذهل العقل. يكفي أن نعلم أن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم وعبادات أصحابه كانت تحوطهم الملائكة في كل لحظة وبأعداد رهيبة جدا. ومن كرامة الله علينا وإكرامه لنا ورفعه لذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فينا، الملائكة إلى الآن كل من يحيي سنته، كل من يجتمع في مجلس ذكر كهذا، الملائكة يتشممون عليه، يتشوفون إليه، يتمنون رؤيته، ليبادروا ويسارعوا إلى رب العالمين ليخبروه بخبره. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر أينما وجدوها، تنادوا هلموا فيتصاعدوا إلى الله تعالى فيسألهم: ما حال عبادي؟ يقولون: ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فيقول تعالى: وهل رأوني؟ الملائكة رأوه فسبحوا وحمدوا وهللوا وكبروا، لكن أمة الإيمان، أمة النبي الخاتم، هذا سلوكها الدائب المستمر. يقول: وهل رأوني؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوني؟ يقرر الملائكة: إما لو هؤلاء المؤمنين رأوني كما رأني الملائكة كانوا عامل إيه؟ الذين قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك عند خلق آدم. الرب أبى إلا أن يقررهم في كل لحظة يذكره فيها الذاكرون. شيء عجيب، ترتيب رباني عالي جدا لرفع مكانة هذه الأمة برفع الله تعالى لنبيها صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك: فماذا لو رأوني؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. أشد من من؟ قيل أشد من حالهم الآن، وقيل أشد من ذكر الملائكة، من تسبيحهم وتحميدهم وتهليلهم وهم يقرون بهذا. لكانوا أشد لك ذكرا، أي منا. فيعترف أن الإنسان المؤمن لو نال ما نال الملائكة من إمكانيات لفاق ذكره وتقديسه لله ذكر الملائكة. إذا ندرك. فيقول تعالى: فماذا يطلب عبادي؟ ما هدفهم؟ ما غايتهم من هذه المجالس؟ يقولون: الجنة. يقول تعالى: وهل رأوها؟ الملائكة رأوها. فيجيب الملائكة: لا. فيقول: فماذا لو رأوها؟ لو رأها البشر مثل ما رأيتم، وماذا كانوا يصنعون؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لها طلبة، أي من الملائكة. فيقول تعالى: ومما يتعوذ عبادي يقولون من النار. يقول تعالى: وهل رأوها؟ كما رأها الملائكة. فيجيب الملائكة: لا. فيقول تعالى: فماذا رأوها؟ لو رأوها فيجيب الملائكة: لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللي فعلوا هذه الأفعال وليس عندهم ما عندكم استحقوا المغفرة،
أشهدكم أني قد غفرت لهم. فإن كان الذنوب الجالسين على ذكر الله لإحياء سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفر ذنوبهم بجلسة، فكيف بالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيتعجب الملائكة يقولون يا ربنا فيهم فلان ليس منهم، ده مش واحد من الذاكرين، ده مضطر لحاجة عند واحد، محتاج مصلحة عند واحد من الجالسين واضطر يجلس معهم، ليس من أهل الذكر. يقولون فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيجيب الرب فيقول هم القوم، وفي رواية هم الجلساء، جلساء الرحمن، لا يشقى بهم جليسهم، يغفر له معهم. حتى اللي جالس مضطر في مجلس الذاكرين يغفر له مع الذاكرين. إذا ندرك، فكيف بسيد المرسلين؟ كيف بسيد المرسلين؟ يا إخواني سنأتي لها. فرفع ذكره ليس قاصر على هذه أبدا، بل في كل الجوانب. فرفع الله له ذكره عند الأنبياء، رفع الله له ذكره عند الملائكة. ملايين الملائكة بينزلوا ليلة القدر ليشهدوا ذكر المؤمنين لله في ليلة القدر. الرب يقيم لهم احتفال كوني لا يقام إلا في هذه الليلة، ليلة تنزل القرآن من كل عام. كم عدد الملائكة اللي بينزلوا؟ يستمر نزولهم من غروب الشمس إلى أذان الفجر، أعداد لا حد لها ولا نهاية. الرب يأذن بإقامة هذا الاحتفال الكوني، كل الملائكة المكلفين بأعمال يأذن الله لهم بحضور هذا الاحتفال الكوني الرباني. فيستمر نزولهم لشهود أهل الطاعة من أتباع الحبيب محمد من غروب الشمس إلى أذان الفجر. قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وتنزل يعني يتتابع نزولها لكثرتها، لا ينزل جملة واحدة بل يتتابع النزول من عشاء الفجر أو من مغرب الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يوم عرفة بعرفة، النبي لما وقف بعرفة معرفة قال أطت السماء وحق لها أن تأط، سقف السماء سمكه مثل ما بين السماء والأرض، من شدة إحكامه وإتقانه لم يحتج لعماد واحد يرفعه بغير عمد ترونها. ومع هذا الإحكام الشديد الرهيب وهذه القوة العجيبة التي صنع الله بها السماء، يوم عرف من كثرة وقوف الملائكة على السماء الدنيا ليشهدوا المؤمنين الواقفين بعرفة، النبي يوصف هذا المشهد فيقول أطت السماء يعني لب سقفها، كما لب سقف البيت إذا كثر عليه الثقل أو الحمل، أطت السماء وحق لها أن تأط، فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله قائم أو ملك لله ساجد أو ملك لله راكع. الكل جاء أشهد هذا المشهد، وعندها ينادي الرب هذه الجموع الرهيبة التي أطت السماء بسبب ثقلها وحملها، فيقول تعالى يا ملائكتي انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت له. إذا ندرك كم الملائكة اللي شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه؟ ملايين، أعداد رهيبة جدا، أعداد رهيبة جدا. سيد الملائكة جبريل، جبريل المكلف بالوحي المنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رفيقه في رحلة المعراج. وكيف أن الملائكة في كل السماوات تسأله من؟ يقول جبريل من معك؟ يقول محمد. فالكل يسأل أأذن له أن يطلع يمر؟ يقول نعم. الكل يفتح له الأبواب والكل يرحب والكل يهلل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة يتمنون رؤيته، يتمنون صحبته، لأنه لا محالة له أثر على حياتهم، ثمرة دعوته على حياتهم. فلم يحترم الملائكة مع نبيك في التاريخ كله كما احترم مع نبي الخاتم. ما يؤذيهم في تحركهم في الكون النبي نهانا عنه، لما ينهانا عن
أكل الثوم أو البصل، يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية فليعتزل مصلانا، ثم يعلمنا السبب فيقول إن الملائكة تتأذى بما يتأذى به ابن آدم من الراحل الخبيث. مطلوب من المسلم لكي يجتمع مع الملائكة في موضع جاء يشاركوه عبادته أن يأتي بأحلى حلة، بأجمل زينة، بأطيب رائحة. نفعل هذا ليس للإنس فقط بل وللملائكة، ونفعل هذا عبادة استعبدنا الله بها ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم إليها. احترام عجيب جدا وتعامل رهيب جدا، نكرم مثواهم، نكرم، نحترم المواقف التي يقفوها معنا إلى آخره. جبريل نفسه لما وصل إلى نهاية الطريق بعد أن تجاوز كل الحدود ووصل إلى حضرة الرب، حضرة الرب والدخول عليه، جبريل تقهقر، تخلف، ما رضيش يتقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أهنا يدع الخليل خليله؟ ده احنا خلان وأصحاب الرحلة كلها من أولها لآخر. أهنا يدع الخليل خليله؟ سيبني لوحدي. أهنا يدع الخليل خليله؟ قال: يا رسول الله، لو تقدمت لاحترقت، هذا مقامك لا مقامي. أنت أهل لما لست له بأهل، وده سيد الملائكة. أي رفع للذكر بعد هذا الرفع؟ ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وهذا من الرفع، وليس في الدنيا وحدها، بل يبقى رفع ذكره عند رب العالمين، رفع ذكره عند الأنبياء، رفع ذكره عند الملائكة، رفع ذكره عند الناس أجمعين، عند الناس أجمعين. ودي تحتاج لشرح تفصيلي، لكن هنشوف الوقت إذا كان سمح هنفصلها ولا لا. وكل ده في الدنيا، فما بال بيوم الدين، لسه الناس سنأتي إليه بالتفصيل. رفع ذكره عند الناس، من الناس؟ بأننا رفع بالشعائر؟ لا، وأجل من هذا، جعل أصل الإيمان الإيمان به، والكفر به كفر، ولا يقبل الله من أحد دينا بعد بعثته إلا دينه. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: وعزتي وجلالي، لو استفتحوا، لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب، كل البشر، كل الخلق، ما فتحت لهم إلا إذا جاءوني خلفك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي عربي ولا عجمي، يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. لأن إيمانه بدينه يستوجب عليه الإيمان بالنبي الخاتم، ما في فصال. من أواخر الأنبياء ومن أكثر الأنبياء أتباع قبل نبينا، نبينا موسى. إيش كذا ليه؟ نبينا موسى، أتباع موسى من أكثر الناس، لأن اليهود والنصارى أتباع لموسى، اليهود والنصارى جميعا. فاليهود يدينوا بالتوراة والنصارى يدينوا بالتوراة، ومع كثرتهم كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنبي يوم القيامة معه الرهط، كل من آمنوا أتباعه من ثلاثة لتسعة، ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط ثلاثة أربعة، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلين، كل من آمن به اثنين، ويؤتى بالنبي ومعه واحد، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. وده مش نقص في رسالة النبي أبدا، ده نبي مبتلى بأمة مجرمة، لما يدعوها نبي طوال حياته ولا يخرج منها بواحد، يبقى دي أمة إيه؟ مجرمة. ده لا يطعم في نبوته، وإلا فسيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بلا نزاع،
ومن أولي العزم من الرسل بلا نزاع، وأعطى عطاء أمة بلا نزاع حتى وصف الله عطاءه فقال إن إبراهيم كان أمة، ومش أمة زي أمتنا الآن كحيانة وتعبانة، لا ده أمة أسمى أمة، أعطى عطاء بلا حد حتى وصف الله عطاءه كأمة، ووصف عطاءه في أميته أو في أمة في كثرته فقال وإبراهيم الذي وفى، مش أعطى بس لا ده تجاوز الحدود في العطاء وفى. ورغم أنه أعطى عطاء أمة ووفى فيها إلا أنك تعجب، استمر يدعو في العراق كم سنة؟ بعث في العراق، سيدنا إبراهيم أصل من العراق وبعث في العراق وظل يدعو أهل العراق 60 عاما، بعث عمره 40، وحاولوا قتله وهو 100 من عمره، لما قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كان عمره كم سنة؟ 100 عام، وسموه فتى، سموه ايه؟ فتى، يبقى احنا ايه؟ نحن بالنسبة له أطفال بقى في الحضانة وفي الروضة، إن كان 100 عام وفتى، احنا ولذلك إخواننا السلف أو الأجيال الأولى كان هذا العمر بالنسبة لهم ريعان شباب. في غزوة بدر اللي خرج يبارز عن المشركين 3، عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزين، خرج لهم 3 من الأنصار، قالوا لا ليس بيننا وبينكم صدام، نحن نود أبناء جلدتنا، فأخرج النبي لهم 3 من الصحابة من المهاجرين، فخرج الحمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب. الشهد يا إخواني قتل 3 مشركين، كان أعمارهم كام؟ اللي خارجين يبرزوا نيابة عن المشركين، أصغرهم الوليد بن عتبة، والثلاثة يخص السيدة هند بنت عتبة، أخوها أبوها عمها، الثلاثة يخصوها. لما قتل الثلاثة بكت عليهم، تبكي على من أكثر؟ على أصغرهم سنا أخوها، قالت لقد مات اليوم زين الشباب الوليد بن عتبة، سمته إيه؟ زين الشباب. كان عمره كام؟ 80 عام، 80 عام وسمته زين الشباب. أبوها كان عمره كام لطلع بارز؟ عتبة بن ربيعة كان 140 عام، وفي الصحة خرج يبارز. أخوه شيبة أصغر منه ب4 سنوات، 136 سنة، عشان تعرفوا إن إحنا بنلعب، إحنا واعيين كحيانين نقول أي حاجة. 140 سنة هقول إيه بس، وطلع بارز بل أعدب من هؤلاء. سيدنا سلمان الفارسي ذكر الإمام الذهبي أمر عجيب جدا، أسلم وعمره كام؟ 240 سنة، وظل يجاهد مع رسول الله، بل كان مستشاره العسكري في غزوة الأحزاب وهو اللي أشار بالخندق، ومات وهو عمره 250 سنة، ظل يدافع عن الإسلام 10 سنوات من 240 لمئتين وخمسين. يبقى احنا عندنا، احنا مش كحيانين، ده احنا تحت الكحيانين بمراحل كمان، نسأل الله العفو والعافية. اذا ندرك يا اخوانا، ولذلك كانوا عترة شخالين. انس بن مالك عاش 120 سنة، رزق خلالها من صلبه ب100 مولود أحياء، غير 35 بطنة سقط، الأحياء 100 مولود من صلب أنس، ومش أنس لوحده، ده أنس واحد من 3 من الصحابة رزق ب100، أنس وأبو بكر وابن بدر كلهم رزق ب100، بل يقول ابن الجوزي كان ابن الأشدعي من الصحابة، الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عام، يعني الرجال عدى 100 ولسه شغال بينتج بيطلع الرجال. ها احنا الان اللي بيجيب 60 ويقول لك بس يلا السلام. يتزوج نص الحاضرين. ها يعمل الزواج. لا
الله المستعان. إذا ندرك إخواني، فسيدنا إبراهيم ظل 60 عام يدعو في العراق، الشاهد من عمر 40 حتى 100، كم آمن معه؟ واحد. واحد خرج من أهل العراق خلال 60 عام دعوة دعا فيها كل طوائف المجتمع، دعا أقرب الناس إليه أبوه، دعا علية القوم الليبرانيين والعلمانيين اللي كانوا بيعبدوا، وكانوا هم دول المفكرين والفلاسفة اللي كانوا بيعبدوا الكواكب والنجوم والقمر والشمس، دعاهم فريق فريق ورد على شبهاتهم شبهة شبهة وأضحد حددهم حجة حجة. دعا النمرود نفسه رأس الدولة اللي دعا الألوهية الألوهية وكان له فكر فلسفي عجيب جدا حمله على هذا الضلال، فيلسوف وتناسخ أرواح ومش تناسخ أرواح، وإنه هو جزء من نسوته وجزء من الرب، ويعني بقاياه موجودة ما زالت للآن في أفكار المجوس، نسأل الله العفو والعافية. ودعا عباد العامة عباد الأصنام، بل كسر الأصنام وغير المنكر بيده وهو وحده يواجه أمة واحدة ويقوم بدور أمة واحدة. ورغم هذه الدعوة القوية من سيد الأنبياء وأبي الأنبياء وصاحب الملة في الدعوة، من أعطى عطاء لا حد له في الدعوة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالاقتداء به في هذا، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ورغم هذا رب العباد يصف أن ثمرت 60 عام، يقول: فآمن له لوط ابن أخوه وقال إني مهاجر إلى ربي. فالقضية مش العدد ولا تقصير من الأنبياء أبدا، حشاهم، كل الأنبياء أدوا دورهم، لكن ضلال الناس وإجرام الناس قد يبلغ منتهاه. سيدنا لوط يدعو قومه سنين لم يجاريه إلا بناته، ما فيهش راجل ولدته أمه اتبع الحق الذي معه، وفي قضية فطرية يأتون الرجال من دون نساء، لغاية ما سيدنا لوط نفسه صرخ قال: أليس منكم رجل رشيد؟ بلد ما فيهاش راجل، راجل بيفهم، واحد الكل ألواح، أليس منكم رجل رشيد؟ إذا ندرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يؤتى بالنبي قال: حتى أرى سوادا عظيما فأقول: من هؤلاء؟ أمتي؟ فيقال: لا، أمة موسى عليه السلام. إذا أمة موسى طقمة عدد كبير جدا آمن به. قال: فأقول عندها: يا رب أين أمتي؟ فيقال: انظر عن يمينك فأرى سوادا لا نهاية له، وانظر على يسارك فأرى سوادا لا نهاية له، وانظر بين يديك فأرى سوادا لا نهاية له، وانظر خلفك فأرى سوادا لا نهاية له. ثم قال: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فأنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ما تسمون صالح حبيب يا إخواننا، بنتكلم على رفع الله لذكره، أنتوا قاعدين بخلة، إيه الحكاية؟ ولا تعبتوا نختم الدرس خلاص؟ زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك، فرفع ذكره مع كل الأنبياء، نبي الله موسى نفسه لما اختار صفوة قومه لمهمة ربانية لميقات الله عز وجل خذلوه بعد أن ربهم سنين، وبعد أن عاشوا أشد الأحداث ورأوا أشد الآيات، انفلاق البحر وانفلاق الحجر وإظلال السحاب لهم واختيار الله تعالى لألوان الطعام لهم، شيء يذهل. ورغم هذا كله لما اختار صفوة بني إسرائيل للقاء رب العالمين وهم في الطريق لميقات الله، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. فلما وصلوا لميقات الله أخذتهم من الرب رجفة كادت تهلكهم، وفيهم نبي الله موسى. عندها صرخ نبي الله موسى كما نص القرآن الكريم، قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. وارحمنا طالب الرحمة له ولقومه، وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك،
فجاءت الإجابة قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لنا؟ قال له لا، للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كل ما ممكن نعمله. قال لا، في شرط رابع، الذين يتبعون الرسول. موسى بن عمران؟ لا، إذا قال الرسول بالألف واللام لا تعني إلا عالم الرسل وسيد الرسل وأسمى الرسل ذكرا النبي الخاتم محمد، فلا يقال الرسول وتعني غيره، ولا يقال النبي وتعني غيره، لأنه إمام الأنبياء وإمام المرسلين، ولا يستحق لفظة الرسالة بالتعريف. الرسول والنبي غيره، لا يسمى بغيره. كل الأنبياء يقال نبي لفلان ورسول لفلان، لكن الرسول النبي لا تعني إلا سيد الأنبياء وإمام الأنبياء وعلم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول أي محمد النبي، فعرف الرسالة وعرفه بالنبوة، الرسول النبي الأمية، وهذا وصف خاص به لم يوصف به غيره. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم، عند مين؟ عند كل أتباع التوراة يهود ونصارى. الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة اللي كلهم أمروا بالإيمان بها بس، ألا والإنجيل. هل وقت نبي الله موسى كان هناك إنجيل؟ كان ولد المسيح أصلا؟ الرب أنبأ نبي الله موسى بأن الإنجيل سيبعث به نبي الله عيسى بعد سنين لبني إسرائيل، وأيضا الإنجيل الذي سينزل ذكر فيه سيد الخلائق ووجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرتب فلاح أهل الكتاب قاطبة على اتباعه. فالذين آمنوا به بالنبي محمد وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كل كتابي لا يفعل هذا مع سيد الخلائق لن يفلح، لن يفلح. إذا ندرك وفلاحه في الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهلاكه في حرمانه من الجنة ودخوله في النار. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت تصديقه في كتاب الله، حتى أعياني حديثا واحد وأنا أبحث عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي، يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار جهنم يوم القيامة. قال: حيرني هذا الحديث وأنا أبحث حتى وجدت تصديقه في كتاب الله، في قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه واتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به، أي بالنبي محمد، ومن يكفر به من الأحزاب من اليهود والنصارى والعرب والعجم، ومن يكفر به بالنبي محمد من الأحزاب من كل الأمم فالنار موعده، فالنار موعده. نص قرآني، نص قرآني. إذا ندرك نحن أمام أعظم شخصية في الوجود، ورفعك ذكرك، رفع الله ذكره عند العالمين تعظيما تكريما عبادة لله طاعة لله، وخلاف هذا رفع الله له ذكره في جانب آخر في أهليته لهذا الرفع، سلوكيات النبي طوال حياته، الصحابة الذين عاصروه، بل المشركون الذين عاصروه راقبوا كل تصرفاته وكل أقواله وكل أفعاله، والعداوات له كانت من كل ناحية، من كل ناحية. ورغم العداوات العدو يتمنى له ذلة، مش كده ولا ايه؟ المثل العام اللي يقوله: حبيبك يبلع الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط.
يتمنوا له ذل، كانوا ينتظروا منه خطأ، تابعوا أقواله أفعاله أخلاقه تصرفاته معتقداته على مدى عمره، أي تناقض عنده، أي شبهة عنده في أي سلوك في أي جانب من جانب حياته، ما وجدوا شيئا من هذا قط، لا من عاشروه ولا من صاحبوه ولا من حاربوه. أليس هذا من أعظم رفع الله لذكره؟ أي إنسان منا لو تتبعه الناس لأخرج له ألاف الأخطاء وألاف العورات وألاف العورات. رحم الله الشافعي حين قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس أعين، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبة فصنها وقل يا عين الناس أعين. لو أعين الناس تتبعتك وألسن الناس لحقتك لأخرجت لك ملايين المعايب والأخطاء، مش كده ولا إيه؟ طب فكيف بشخصية الكل محورية، العالم كله يدور حولها، الشرق والغرب كان يرهب وهابه يهابه يهابه وينتظر له ذلة أو خطأ؟ ما وجدوا وما رأوا وما سمعوا وما سمعوا. أليس هذا من أعظم رفع الله لذكره؟ أنت متخيل إنسان يعيش منذ بعث إلى أن لقي ربه لا يمسك عليه أي سوء في أي تصرف في أي هفوة حتى ولو خائنة عين؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وسيرته سجلت وحياته سطرت، رمش عينه سطر، حركة عينه، نظرات عينه، ألفاظه، تصرفات أصابعه، أي تصرف من أي إشارة من سجلت سجلت. اقرأ سيرته، اقرأ سنته، شيء يذهل العقل، يذهل العقل، شيء فوق الخيال، فوق الخيال. رفع لذكره بسيرته بسموه باكتمال محامده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. وكل هذا من الرفع. إذا رفع ذكره عنده سبحانه وتعالى، رفع ذكره عند ملائكته، رفع ذكره عند أنبيائه، رفع ذكره عند العالمين، الإنس الجن الحيوان، حتى عالم الجن، عالم الجن اللي جننوا الخلق، الجن العفاريت، العفاريت لما سمعوا رسالته، وده بترتيب رباني عالي، ارتباط الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرب وجههم بالقهر، أقول بالقهر، ليس لهم في خيار. الجن كانت لهم مكاسب ومصالح رهيبة جدا في الكون، من هذه المكاسب اللي تلاعبوا من خلالها بكل البشر، كانت لهم مقاعد في السماء يطلعوا يتفسحوا فوق، ولهم مجالس يجلسوا فيها يسترقوا السمع، يتابعوا أخبار الكون من علم، يمكن يسمعوا خبر يفيدهم بين يتلاعبوا الناس، كانوا أحيانا يسمعوا خبر من ملك يأمر السحاب أمطري أيتها السحابة في موضع كذا في بلد كذا في ساعة كذا، يا سلام عرف خبر زي ده يلقيه للذي تحته بسرعة قبل المطر ما ينزل وقبل الأمر المنفس، واحد يلقيه لواحد لواحد لغاية ما يصل لمين؟ للكاهن من البشر، يلقوا له الخبر الصادق مع مئة كذبة كما جاء في الحديث، مع مئة كذبة، ويطلع دوك يهمهم ولم طيب أنا أنبئكم الغيب، بعد غد سينزل مطر في بلد كذا في ساعة كذا، فيقول خبر صادق ومعه مئة كذبة، فيظن علمه بالغيب فيصدقوه بهذه المعلومة في كل ما كذب. كم تلاعب الكهان بالبشرية منذ بعث الله آدم إلى بعثة النبي الخاتم؟ أضل ملايين، أضل ملايين خلق،
خلي بالنا لما أراد الله للنبي الخاتم أن يبعث، من أول لحظة في البعثة الرب أحدث تغيير كوني. أقول تغيير كوني، الجن حجبوا عن السماء بالقهر. ده مش واحد ولا اثنين، ده الجن أكثر من الإنس في العدد، في العدد. ولهم من القوة ما ليس لنا، يروننا ولا نراهم، ومع هذا حجبوا جميعا عن السماء الدنيا. لما حجبوا كان ده الداعي لهم للبحث، ما سبب الحجب؟ وفي هذا يقول تعالى على ألسنة الجن أنفسهم، يقول وأن لمسنا السماء فوجدناها، مع نزول القرآن فوجدناها ملئت، السماء كلها أيوة ما فيهاش منفذ واحد ينفذ منه، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن لا ندري، مش عارفين التغير الكوني ده ربنا أحدثه ما سببه، لا ندري. أشر أريد من في الأرض؟ هل أراد الرب بهذه الحراسات وبهذه الجيوش أن يبيد أهل الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ واحدة من اثنين، يا هيدمرهم يا عايز يحجب عن البشرية شر الجن، وأراد بالبشرية الرشاد. الله أكبر. عندها كما جاء في الحديث انطلق إبليس يبحث جنوده في الأرض، ابحثوا لنا إيه السبب في هذا التغير الكوني، حتى جاء فريق منهم 9 من الجن وكانوا يسموا جن نصيبين، جاءوا إلى مكة والنبي قائم بالليل يتلو القرآن، فلما حضروا قراءته قالوا أنصتوا. اسمعوا بقى، هو ده السبب. لما فرغ النبي من تلاوته قالوا من أجل هذا كان هذا، من أجل نزول هذا القرآن حجبنا عن السماء. يبقى ربنا أراد بالناس إيه؟ رشد. ولذلك هم عبروا بهذا، وكانوا 9 آمنوا، ودول بكورة الجن، ودول السابقين الأولين من صحابة الجن، صحابة وكتبت لهم الصحبة، ومش أي صحابة، ده 9 دول بشروا بالجنة. فزي ما عندنا 10 مبشرين عندهم 9 مبشرين، ها؟ ويسموا جن نصيبين. انطلقوا دعاة في عالم الجن، وفي هذا يقول الله عنهم وإذ صرفنا، يبقى احنا اللي صرفناهم مش وحدهم مش بمزاجهم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد إيه؟ ما قالوش عيسى، ده أوعى منا لقضية التشريع، لأنهم يعلموا أن عيسى ما جاء بتشريع جديد بل جاء بنفس شريعة موسى. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إذا ندرك هو مصدق بالتوراة، والإنجيل الذي معه جاء مصدق بالتوراة، صحيح جاء ببعض التغييرات في التشريعات بسيطة، لكن الأصل في التشريع التوراة. لذا قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، صفته إيه؟ المصدقا لما بين يديه، جمع لكل كتب، قضية التشريع الأصلية بل التي كان ينتظرها كل الأنبياء وكل الأمم، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وآمنوا بالفعل، بل جاءت الوفود منهم التي آمنت للنبي صلى الله عليه وسلم والتقى بهم في اللقاء الثاني مع الجن، والذي فيه نزلت سورة الجن. وفيه يقول تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام يدعو عالم الجن كادوا يكونون عليه لبدا، جماعات جماعات، أمم أمم أمم، كل من آمن منهم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان عد صحابيا. يبقى كل اللبد دول كانوا صحابة، إخواننا من الجن، ها؟ الجن اللي جننوا العالمين غيرهم برسالته سيد المرسلين، أليس هذا من رفع ذكر الله له فيهم وغيرهم؟
يا إخوان رفع الذكر بلا حدود. ولذلك يعني في قول ابن عباس قال رفع ذكره في كل شيء، فما من شيء يذكر إلا ويذكر سمو النبي فيه ورفع تشريعه فيه وسمو منزلته. ورفعنا لك ذكرك، إذا رفع ذكره عند العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. الوقت انتهى، كان نفسي أتحدث عن رفع الذكر في يوم القيامة، لكن نجعل لها محاضرة خاصة إن كان في العمر بقية، وقدر الله اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ما زالت أو ما زلنا مع قوله ورفعنا لك ذكرك. أسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا برسولك كما آمنا به ولم نرى. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم ارزقنا إله الحق في الجنة صحبته. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارفع العذاب عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم لا تجعل لفاسق ولا لظالم ولا لمجرم ولا منافق علينا ولا على أحد من عبادك المؤمنين سبيل. اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين من عبادك المؤمنين في غزة وفي أكناف بيت المقدس وفي قطر. اللهم ارفع الحصار عنها وعن أهلها وعن أميرها. احفظهم بحفظك، اكلأنا وياهم بعنايتك، احرسنا وياهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ لقطر وأهلها وأميرها أمنهم. اللهم أمننا وياهم في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بلاد الشام والعراق وفي بورما وفي مصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المأسورين المؤمنين. اربط على قلوبنا وقلوبهم وقلوب أهلنا وأهليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إله الحق آونا وعبادك المهجرين والمشردين إليك إيواء الكرم عليك. امض اللهم لنا هجرتنا، أتمم لنا نعمتك يا رب العالمين، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. احفظ علينا أعراضنا وأولادنا وأهالينا وزرارينا. تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، لغيرك لا تكلنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من حسن استماعكم، وإن شاء الله موعدنا الأربعاء القادم إن كان في العمر بقية وقدر الله اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.